السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وغادي مع رمضان مزيان. الناس اللي مازال ما داروا ابوني، مرحبا بكم في لاشين ديالي، ديروا ابوني وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. اليوم ان شاء الله الحلقه الثانيه من برنامج النصائح الرمضانيه، غادي نهضروا فيها على الصدقه في رمضان، يعني الفضل ديال الصدقه في رمضان على الشخص اللي غادي يصدق في هذا الشهر المبارك هذا. كيف ما كتعرفوا هذا الشهر شهر التسامح التضامن، نتعاونوا ما بيناتنا، يعني نتكافنوا ما بيناتنا، يعني الناس اللي عندهم يعطوا الناس اللي ما عندهمش، يتعاونوا مع الناس اللي ما عندهمش، الغني يعاون الفقير. يعني لا انت عندك باش تفطر كيف ما كنقولوا فطور مزيان وبخير، كاين جارك تقدر جارك ما عندوش باش يفطر، يعني خاصك تشوف جارك الى عندك بزايد تعاونوا تجيب ليه فطور، تقدر يكونوا عنده الاولاد بزاف تجيب ليه فطور، تعاونوا بالمونه كيف ما كنقولوا شي قفه ديال رمضان تعاونوا بها. يعني خاصنا ضروري نتعاونوا في هذا الشهر المبارك. كيف ما كتعرفوا الصدقه عندها فضل كبير في هذا الشهر المبارك، ان الا فطرتي غير صائم، الا فطرتي صائم عندك الاجر ديالو. كيف الاجر ديالو هو، يعني عندك اجرين، اجر الصوم ديالك انت واجر الصوم ديالو هو. يعني ضروري خاصنا نتكافلوا لان عندنا خير كبير في هذا الشهر المبارك، يعني خاصنا نستغلوا هذه الفرصه ما نضيعوهاش. الناس اللي عندهم يتعاونوا مع الناس اللي ما عندهمش كيف ما قلت لكم، ويدوز هذا الشهر بالمغفره ان شاء الله والبركه، والله يزول علينا هذا الوباء هذا ونكونوا كاملين بخير ان شاء الله. ما تنساوش تعطوني الاراء ديالكم في هذه السلسله هذه. تهلاو في راسكم، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين. تهلاو في راسكم.